فترة مؤقتة احتجاجا على الفوضى كما أسموها في شارع سفيان. هذا الشارع الرئيسي كل سيارات الخطوط الغربية مثل ما انتم شايفين بتطلع، كلياتها بتطلع من هذا الشارع وبتنزل باتجاه المناطق الغربية لنابلس، وبنشوف كيف السيارات اللي واقفة على اليمين. بالمقابل صباح الله يعطيك العافية، مش مشكلة، الله يعطيكم العافية يعطيكم الصحة يا رب. والله البلد نابلس في معاناة، بس أنا نفسي أسأل سؤال للمسؤولين الكبار، لمين الرصيف؟ لمين الشارع؟ العداد يمين وعلى الشمال، عيب تطلع مني كلمة واقفة أقول لك باعوا البلد بشكل، لا باعوا شوارع البلد بشكل. عدادات على اليمين وعلى الشمال وين صارت بأني بلد؟ اتقوا الله في نابلس، نابلس صرها قديه بتاخذ منك هاي الطريق؟ تقريبا ثلث ساعة عشان أكون صادق إذا كان في أزمة وخاله أبز أقل من 300 متر وأقل من 300 متر، هذا شارع مدخل ومخرج للمجمع، مدخل ومخرج للمجمع. هسا المفروض إحنا يكون هذا المدخل ومخرج براحة، يطلع المواطن براحته وينزل براحته. مخرج ومدخل مدخل ذهابا وإيابا لخمس خطوط كبيرة، جبل جنوبي، رفيديا، الجامعة، مخيم العين، مخيم العين، الجبل الشمالي. اتقوا الله في شوارع نابلس، اتقوا الله في رزقة نابلس. نابلس صارها مغلقة 8 شهور 9 شهور سنة، اجتياح اعتقال هالدور هدم، اتقوا الله. نجيش احنا ونزيدها عليكم، ما نزيدش الطين بلة. بس انا بدي احكي لك آية قرآن، آية قرآن قبل لا اروح. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا اذا بدي اناشد بناشد من الرئيس وانزل، انظروا بعين الاعتبار لنابلس. قاتك شكرا لك. شكرا اخي حسن الطراوي، هو مسؤول الخطوط في المجمع. شو القصة اخونا سامر؟ احنا توجهنا اكثر من مرة لمسؤولين، عندنا رئيس البلدية، طلبنا مرة اجتماع، جبنا رئيس البلدية وجبنا اخونا عاصم سالم وزير المواصلات، قلنا لهم يا عمي احنا بنعاني. هم بقول لك انه هاي الركاب تتجمع داخل المجمع، انه السيارات تجيش وبتفوتش على المجمع وبتحملش. هذا الحكي مش مزبوط. جينا عملنا ميدان، كنا لأخ لوزير المواصلات، استدعى الأخ نشأة فريتخ واستدعى رئيس البلدية، وجبنا أخونا أبو كريم مدير المرور ونزلنا ميدان على البلد. لفينا من عند، طلعنا من عند شارع حطين، فرجناهم وين عركلة السير، طلعنا من عند المسلماني لغاية المجمع فرجناهم عركلة السير، شارع سفيان فرجناهم عركلة السير. بلدية كل الاحترام لها، احنا يا عمي مش ضد البسطات ولا احنا ضد قطع رزق البسطات، احنا الله ييسر للجميع، بس مقابل احنا برضو بدنا نعيش. العركلات الموجوده في الشارع، احنا نابلس طول عمرها معروف يا اخ سامر، احنا بنعتبرها عاصمه فلسطين، نابلس ام الدنيا، نابلس ام الكنافه، نابلس ام الدنيا. احنا اللي بنطالب مسؤوليننا انه يا عمي زي ما احنا بندفع ضرائب، ندفع ترخيص، ندفع تأمين، كل المستحقات اللي انتم بتطلبوها منا احنا جاهزين فيها، مقابل انا افوت على المجمع براحتي واخرج براحتي. انا مش جاي ضد البسطة، الله يعينه، انا بعرف الله يعين العالم على الوضع اللي هم فيه. احنا يعني بس الشارع يعني كل الاحترام، حتى تاع البسطة حاط البسطة ما يحطها في نص الشارع، يعني انا اقدر افوت، يعني انا بدل ما اقعد في المشوار يا اخ سامر ساعة بقدر انا اقعد في المشوار 10 دقائق. واحنا بنطالب مسؤوليننا انه راعونا، انزلوا يا عمي، احنا بنطالب منكم تنزلوا على البلد وتشوفوا بعينكم. فاحنا اليوم الشوفيريه قدموا احتجاج مش اضراب، يعني مشان تصل صوره، هذا مش اضراب، هذا احتجاج مشان انه يشوفوا المعاناة ويلحقوا. ثلاثه بالنسبه احنا لشركه الباصات الجديده، احنا مش ضد الباصات، لا يا عمي، هاي الشركه كانت من الاساس طول عمرها واجت شركه ثانيه اخذتها او اشترتها، احنا ما احنا معارضين، بس بنطالب انه برضه ما يحاربونا برزقتنا ورزقه اولادنا. التسعير بين الباص اخ سامر وبين السيارات طول عمرها من ايام اليهود معروف نص شيكل الفرقيه، احنا هذا خطه يشتغل، بس مش يجي يحاربنا برزقتنا او يجي يحط سياره بساطه عند البلور، او احتراما لاخونا الحد كردي يجي يقول انا بدي. أنا يبدو اقطع عليك، يبدو في مصادرات لبعض، يعني الاخ هون كان صار يحكي على البسطات وعلى سكر البلد العمومي وقال له البسطات. لا لا عمي سمع. انا سمعته هو بيحكي على البسطات، انا هيني اسمعني شو بحكي عمي. احنا بنرجع بنعيد قدام اخونا، احنا مش ضد البسطات، احنا قلنا لك شعب الله يعينه، هو الله يعينه شوفير ولا بسطه ولا مواطن، بس احنا بدنا انا امرك في الشارع نرتب البلد. هو الترتيب للطرفين، للطرفين يعني مش غلط، انا الترتيب للطرفين في مشكله يا زلمه، انا ما في مشكله عندي ولا في اي شيء، اصلا وجود الباصات افضل شيء للبلد، بخفف ازمه العمومه. طيب
ايش المشكله في موضوع البسطات؟ الصبح كان يحكي له كانوا مسكرين الشارع همين اجل له بيحكي له البسطات اللي عامله المشكله مش احنا على المباشر. كانوا محتجين هم محتجين محتجين العمومي كان مسكر الشارع بده يدخل عشان 10 شيكل او قال له ايم الباصات بدفع بعرفش كيف انا سامع الخراف خلينا نسال برضه في موضوع الله يعطيكم العافيه الله يعافيك. اضافه للي حكى اخونا ابو عيشي شو والاخونا حسن طيب خلينا نسال ايش رسالتك هلا اخ سامر. احنا بالنسبه لنا مش معارضين لا عباصات ولا عبسطات، احنا بس مشكلتنا بالتعديات. انا بديش البسطه تكون على الرصيف وعنده الظهر تصير بنص الشارع. هلا كل واحد له موقف المفروض انه يلتزم فيه عشان لا تعرقل حركة السير ولا المواطنين يتحركوا في أريحية. من السيارات بتمشي ومن المواطنين بتحركوا في أريحية. بعدين في عنا شغلات كتيرة احنا طالبناها من البلدية عقصة ضراب زينات انه الناس ما تتعدى على الشارع. انا شوفير عمومي وهون شوفير عمومي، انا بالنهار بشتغل 12 ساعة انا بحتار به اثناء الدوام. انا امرق المشاة ولا امر سيارات البرايفت عن العدادات، هذا بده يصف بعرقل السير. بتفقس براس مين بالنهايه؟ شوفير العمومي بقول لك دمر البلد. انا هذا الاشي انا بغنى عنه. انا ليش ما يكون مثلا شرطي واقف يحد من كل هذه الاشكاليات اللي بتصير؟ هلا انا مشكله العدادات هذه عملت ازمه دمرت البلد كلها. هاي اول نقطه انا بدي اضيفها، لانه انا طول النهار بحتار مين بدي اطلع عن العداد ومين بدي اصفف عن العداد. عرفت علي؟ وانت اكيد شوفير وبتنزل وبتعاني نفس المشكله اللي انا بعانيها. شغله ثانيه، في عندك الازدواجيه بالصفات، الازدواجيه بصف سيارته بتطلع بقول له بس دقيقتين بعينك الله، بفوت على قلب المحل بيعمل ازمه بشارع سفيان من اوله لاخره، وكذلك الامر شارع غرناطه. يعني هي الرساله انه الاطراف كلها بتتحمل مسؤوليه. بالضبط. مين المسؤول في البلد؟ مين المسؤول؟ يجي ينزل هو مش ابن البلد ينزل يتفرج على المعاناه اللي انا بتدمر فيها صار 20 سنه. انا صار 20 سنه بعاني، ما ضل حدا الا طلعنا ودقينا على بابه على قصه التعديات اللي بتصير، الوقوف المزدوج، العدادات، المشاف الشارع، ما في حديه لهذا الوضع. اطلع بالكاميرا يا عم، صلت الكاميرا على شارع سفيان، اطلع كيف المشاه بيقطع من قدامك. بقول لك دهسه شوفير العمومي مش منتبه. طب انا كم عين الي يا اخي؟ انا ليش اكون اخر رساله بعدين بحكي تفضل. انا بدي اسالك، هي الاجماع واضح انه انتم بتقولوا مع الترتيب على الكل على الجميع. هلا احنا اللي بنحكي فيه، الشباب حكوا على موضوع العدادات وحكوا على موضوع السيارات المزدوج وحكوا على الفوضى اللي موجوده وبدها ترتيب. واحنا انا بدي احكي لك على شغله يعني انا متابعها، موضوع الباصات اللي هي خط يعني الخطوط الثانيه. هلا احنا توجهنا لوزاره النقل والمواصلات، قلنا لهم يا عمي قلنا لهم احنا مش ضد الباصات، احنا مع الباصات، بس احنا بدنا نرتب الموضوع. قلنا لهم احنا يا عمي في عندنا 6-7 باصات عمالهم بيشتغلوا على خط الجبل الجنوبي تحديدا، طب هدول مسموح لهم انهم يشتغلوا؟ بقول لك لا يا عمي، خط الجبل الجنوبي له بيرمت واحد يشتغل عليه. طب البيرمت الواحد بيشتغل عليه 7 باصات عماله، وين الفوضى وين الصح بهذا؟ يعني في إلهم معرفة يعني وخلص، ما حداش بيحكي معهم واسطات، ما حداش بيحكي معهم، خلص إلهم كلمة بالبلد، خلص إحنا نروح نروح. يعني وزير النقل والمواصلات بقول لك إحنا مع إنه ننهي سيارات السرفيس بالبلد. طب ليش يعني بدك تنهيها؟ بدك تنهي 1800 عيلة بتاكل من وراء هاي السيارات عشان 3 عيال يعيشوا وياكلوا؟ يعني هاي اللي إحنا بنحكي. بس موقف إذا سمحت، وزير المواصلات حكى في نقطة وانا بعقب عليها، قال احنا مع التطور ومع التكنولوجيا. يا حضرة وزير المواصلات، عندنا شوارع في نابلس من 1930، وين التطور والتكنولوجيا تبعتك فيها؟ وينها؟ انت بتيجي على قطاع عايش منه الاختيارية والشهداء والأسرة عايشين من وراه، انت بتيجي على الضعيف بتدعسه عشان تقوي الكبير؟ مين انت؟ مين انت تقوي الكبير على حساب الضعيف؟ اذا مع التطور انت حضرتك في عندي شوارع من 1930 ولا حدا طور فيها اشي. تفضل، هاي التطور موجود قدامك، فرجيني وين السور. ما تحط لي حجة الاحتلال. الاحتلال عند قلنديا مخيم الجلزون عاملين جسر
والمستوطن، وأنا بطلع بمشي على الجسر بطلع المستوطنة تحتيه بتكون، ما يحطوها عقبة إنه الاحتلال بعارض، الاحتلال ما بعارض هذا الإشي، خلقت جسر مش سائل في الاحتلال، بس إحنا دايما من عاملين الاحتلال شماعة ومنحط كل تعليقاتنا عليها. إحنا منطالب بتزبيط الشوارع، بجسور، بإضافة شوارع، حياة بتمشي زينا زي غيرنا يا عمي. إحنا أخي سامر أول شيء اللي صراحة أنا بأول شيء بوجه شكر لأخونا مدير مرور نابلس، لأنه صراحة أخونا أبو كريم والطاقم المرور الوحيد اللي بشوفه أنا بشرف نابلس، يعني أنا بالنسبة لي برفع تلفون لأخونا أبو كريم شارع سفيان عركة اللي ببعث لشرطة، فيش حدا بيشرف في البلد إلا شرطة مرور. بالنسبة للبلدية كل المشاكل اللي عندنا داخل مدينة نابلس سببها بلدية نابلس، فإحنا منترجى مش معنيين لا نعمل احتجاجات ولا نعمل إضرابات، منطالب المسؤولين ينصفونا ويرحمونا. واحنا شكرا لك اخسان، اخر مداخله يا اخسان، الله يعطيك العافيه. تعال يا باشا خليك برضه تكمل، تفضل سيدي. يسعد صباحك اخوك سامر. اول بترحم على اخي امجد ابو عبد الله رئيس نقابه عمال فلسطين سابقا، نترحم على كل انسان شريف، نترحم على كل الشهداء، والله يفرج قيد الاسرى جميعهم على راسهم اخونا وحبيبنا المناضل ابراهيم عبيش ابو احمد. واحنا رسالتنا يا عمي واضحه، لا احنا ناس دين نخرب البلد ولا نقاتل، احنا الناس القانونيين، احنا اللي بنركب سياره عمومي بندفع ترخيص وتامين وجميع الالتزامات، فهمت علي؟ واحنا مظلومين هون كثير كثير، احنا مظلومين، لا عارفين ندخل على البلد مزبوط على المجمع ولا عارفين نطلع على المجمع، عدادات البلد عدد مؤاخذه، رتبوا لنا العربايات، البسطات اللي قدام المحلات، مش طالبين شيء غريب. احنا من شان النبي إلنا سنين وبنحكي كل يوم وكل يوم احتجاجات وبنحكي على الراديو وبنحكي مع الجميع، ما حدا سامعنا. البلد انباعت لاشخاص معينين. حكينا مع رئيس البلديه، عندك 78 عداد من عند ادريخ عديت لي اياهم يا اخ سامر لعند النفخوني، شو بدنا فيهم؟ قيمهم على اليمين والشمال، حطوا لنا شرطه تحت الرمزونات، اعملوا اسواق للعربايات مظبوط. لو قاموا العدادات بصير صاحب المحل الصف من الصبح لاخر النهار. اخي سامر انا دائما كل اسبوع لي مشوار على عمان، بس ياخذوا نموذج من وسط عمان، من عمان بالاردن. اخي بعمان والله لا ازل عليك موظف بلديه بينزل الامانه مع بيرتب البلد، الكابينه بيرتب البلد كلها، والله الساعه 7 الصبح بشوف انا شرطيه بتكون واقفه بترتب البلد كلياته. اخي عندنا تقصير من مؤسساتنا كلهم، مش بدنا بقى وقت الاحتجاج ينزلوا كل الاجهزه الامنيه، اطلعوا من مكاتبكم عادي، مارسوا حياتكم تحت الرمزونات. شرطي الغلي رمزون، احمل مخشير، طلع مطور، جيبوا ونش، مش اللي مخالف بس تكتب مخالفه بتخليه مكانه العائق، احمله خده على الجناب، اعطيه مخالفه زي ما بيعملوا وسط عمان. بدها ترتيب البلد، اطلعوا من مكاتبكم، قيادة رام الله حبيبنا الرئيس أبو مازن حبيبي، الله يسعدك، الله يسعد صباحك أنت والقيادة اللي برام الله. دير وجهكم لنابلس، نابلس بتغرق عمالها، نابلس انباعت لأشخاص معينين. إحنا نزلوا لنا شركة باصات مع كل احترام إلهم، نزلوا لنا إياهم، عليش تنزلوهم؟ لا مرتبين بلد ولا عارفين إحنا نفوت. بيحكوا لك أزمة، ليش الأزمة للمجمع؟ المجمع التاكسي عماله بأخذ 40 دقيقة من عند الفاطمية لا يفوت، مش رايح يلحق لو نزلتوا 1000 سيارة، بس رتبوا البلد. إذا رتبتوا طلبكم ترتيب بشكل عام دون قطع. وبحكي تاني مداخل حبيبي أخ سامر، آخر إشي بوجه رسالة للدكتور عاصم سالم، الله يسعد صباح حبيبنا وابن البلد هو وعلى راسنا وكل احترام له، بس يعملنا دراسة للجبل الجنوبي. إحنا جبل جنوبي من عند نابلس الجديدة اللي خلت العمود ما فيش عليه ولا مؤسسة، فيش عندنا حركة، فيش العمال اللي بتنزل وموظفين خفيف، وفيش عندنا لا مستشفى ولا عندنا وزارة ولا عندنا صحة ولا علينا شيء فوق، بتنزلنا 4-5 باصات فوق. احنا طلبنا من دائرة السير اعطونا رقمين، حكوا لنا باصين بالعدد، نتفاجئ 6 باصات على الجبل فوق، يعني بدهم يعني ندق مع تعاون باصات، نكسر باصات، خلوا السلم الاهل ماشي، صار حزازيات بيننا وبين الراقب وبين شوفير الباص. الاسباب عدم ترتيب البلد، عدم ترتيب البلد مش فينا ترتيب البلد، لانه انت لا احزن ليه؟ لانه انتم بفوتوا المواطن، احنا مع المواطن ولا ضد المواطن؟ احنا المواطن الراكب بفوت جوا انتم بتتجبروا فيه. اخي ليش لا بعد شوفاريه فيكم بتتجبروا فينا الجنوبي. احنا وجدة الباصات، احنا مع الباصات، تعرف ليش مع الباصات؟ اول شيء من ناحيه السعر منطق افهم، ثاني شيء صاحب الباص محترمين، فيكم ثلاث ارباع الشوفاريه الا من رحم ربك. خلينا طيب خلينا نرتب البلد على الكل، احنا ما بدنا نسيل احد. صورته وصلت ان شاء الله، ان شاء الله وصلت خلص. بعدين اللي عمل الاسمه انت بتصور عمل. احنا هلا طيب خلينا احنا نوصل رساله مهمه، انه بالمحصله السائق وصاحب البسطه هو مواطن،
الطلب هو الترتيب، الترتيب حتى يشمل الجميع دون استثناء، حتى تسير حركة المرور بالشكل المطلوب والمواطن يصل إلى بيته بالوقت المناسب دون أي استغلال من أي طرف كان.